أول خبر من جريدة الشروق، وزير الرياضة يدعم المنتخب قبل مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا. شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدريب المنتخب الوطني الأول بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في إطار استعدادات المنتخب الأولى لمباراتي توجو ذهابا وإيابا، والمقرر لها يومي 14 و17 نوفمبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وخلال اللقاء أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، وطبعا يعني حثهم على بذل أقصى جهد خلال مباريات الإفريقية للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية القادمة، مؤكدا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية. من موقع اليوم السابع، الاتحاد السكندري يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم ومساك قبل إرسال القائمة الأولى. يسابق نادي الاتحاد السكندري الزمن لتدعيم قائمته قبل 24 ساعة من إرسال القائمة الأولى، بعدما استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع في الوقت الذي لم يتوصل فيه النادي لاتفاق مع ضم أي مهاجم إلى الآن. وعلى الرغم من تداول الأخبار على اقتراب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتهية إعارته مع الجونة، إلى أن محمد مصلحي رئيس النادي أكد لموقع اليوم السابع أن مهاجم المنتخب الأولمبي خارج حسابات النادي في الوقت الحالي. من موقع سوبر كورة، رسمياً اتحاد الكرة يقرر مد القيد ل 30 نوفمبر بسبب إفريقيا. قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي ل 30 من شهر نوفمبر الجاري بدلا من 19 من الشهر نفسه، تماشيا مع رغبة الأندية وللتوافق كذلك مع موعد إغلاق القيد الإفريقي وانتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بقيد اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الجديد 2020-2021، وتتضمن مجموعة من الاستثناءات طبعا بسبب فيروس كورونا. كمان من موقع سوبر كورة، خبر عربي بيقول تنزانيا تستضيف تونس بحضور جماهيري. أعلن اتحاد تنزانيا لكرة القدم حضور الجماهير في مباراة المنتخب ضد نظيره التونسي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، والمقررة طبعا يوم 17 من الشهر الجاري في دار السلام. وذكر اتحاد تنزانيا في بيان له أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على حضور الجماهير في مباراة بنسبة 50% من طاقة استيعاب الملعب، وطبعا يلتقي المنتخبين قبل ذلك في مباراة أولى ضمن الجولة الثالثة من المنافسات يوم 13 نوفمبر في رادس دون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا. ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه كل من ليبيا وتنزانيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يأتي منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بلا نقاط. نروح بقى لخبر عالمي من موقع كورة، أسانسيو أفضل لحظاتي لم تأتي بعد. أبدى ماركو أسانسيو لاعب ريال مدريد المستدعى لقائمة إسبانيا بدلا من المصاب أنسو فاتي تفاؤله بتعافي ركبته اليسرى بعد أن أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته عن فريقه الموسم الماضي بالكامل تقريبا. وقال أسانسيو أثناء المؤتمر الصحفي عشية مواجهة هولندا الودية في أمستردام: أنا جاهز بنسبة 100% في الوقت الحالي، ولكنني أعلم أنني لم أعمل بعد لأفضل مستوى عندي وحاول تطوره الحالي. أوضح أنه يشعر بأنه أفضل في كل مباراة وأنه متأكد من أن الأمور ستسير على ما يرام تدريجيا. وأخيرا من موقع في الجول، موراتا: سأشجع أتلتيكو دائما وأتوقع فوزه بالدوري لأنه أفضل من ريال مدريد وبرشلونة. قال موراتا مهاجم يوفنتوس أنه سيظل دائما مشجعا لأتلتيكو مدريد متمنيا فوزه بالدوري الإسباني، ومشيرا إلى أنه مستواه أفضل من ريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي. وصرح اللاعب صاحب 28 عام خلال حوار صحفي: أنا ممتن لكل الفرق التي لعبت بها، لكنني ابن أتلتيكو مدريد وأمل أن يفوز بالدوري الإسباني لأن الفريق يلعب بشكل جيد جدا وأرى أنهم أفضل من ريال مدريد وبرشلونة.
طبعا دي كانت أهم وأبرز الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلة العزيزة روزان نصر.